ما الحكم من عدم البسملة في سورة التوبة؟ سورة التوبة كما هو معلوم للجميع ليس بينها وبين الأنفال البسملة، فقال بعض العلماء إنها نزلت بالقتال، والبسملة بركة وطمأنينة وطمأنة، فلا يناسب أن تبدأ السورة التي في القتال وفي الحديث عن المنافقين بالبسملة، لكن هذا ليس بصحيح. البسملة جيء بها قبل سورة تبت وقبل سورة ويل لكل همزة لمزة، مع أنها كلها وعيد إما عامة أو خاصة، ولكن إنما لم تكن فيها ألم يكن بينها وبين الأنفال بسملة، لأن البسملة آية من كتاب الله، آية من كتاب الله عز وجل، فإذا لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوا بسملة بين السورتين لم يضعوا بينهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعين ويقول ضعوا البسملة، ولم يعين لهم بسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة فلم يكتبوها، ولكن بقي أن يقال إذا كان لم يعين فلماذا يفصلون بينها وبين سورة الأنفال؟ لماذا لم يجعلوها سورة واحدة؟ نقول نعم، لم يجعلوها سورة واحدة لأنهم شكوا هل هي سورة واحدة مع الأنفال أو سورتين متباينتين، فقالوا نجعل فاصلة بين السورتين ولا نجعل بسملة. هذا هو الصحيح في عدم ذكر البسملة بينها وبين سورة الأنفال. نعم.